مجموعة من الإسعافات بنقدمها في خطوات بتقدم للمصاب قبل وصول الإسعاف أو المساعدة الطبية. وقلنا طبعا المتطوع هو شخص بيقدم خدماته بطريقة اختيارية بدون فائدة مادية أو عينية من واقع نية مفيدة للمجتمع. وقلنا المبادئ بتاع المتطوع، قلنا كمان الصفات اللي يجب توفرها في المسعف، هو مش أي حد يسعف، لازم يكون عنده بعض الصفات والمهارات على الأقل. يعني اللي احنا بنعمله دلوقتي ان احنا بنعد محاضرة لاكتساب مهارات وخبرة التعامل مع المصاب، توفر الاستعداد النفسي والقدرة على الاحتفاظ بالهدوء، السيطرة التامة على الموقف، الملاحظة الجيدة ان انا لازم اشرح انا كمسعف اشرح للمصاب عشان يطمنهم، لانهم اوقات بعمل حاجات ومش عارفين انا بعمل ايه، لازم أنا الاول يفهم انا بعمل ايه. طبعا عندي تقييم مبدئي بيكون في ثواني في عجله بسرعه بقول فيها ان انا بعمل خطوات مقصود بيها ان انا افحص المكان، طمن ان المكان امن ليا كمسعف، وفي نفس الوقت ان ما يزودليش المصاب لمصابين. يعني لو المصاب ده في مكان خطر وانا لا اامن على نفسي من الخطر وجازفت ان انا اسعفه وهذا المكان فيه خطر عليا، كان المكان فيه ماس كهربائي او فيه مكان قايل للسقوط او فيه حريق، كل ده يؤدي في النهايه ان المصيبه تبقى مصابين. طبعا انا بعمل الاسعاف ده عشان اعمل ثلاث حاجات مهمه جدا، ان انا بنعيش حياه قلنا، وقلنا ان انا بحسن حاله المصاب، وتالت حاجه وده المهم جدا كفيرست ايدر، ان انا امنع المضاعفات واحسن الحاله وانعيش حياه، ده دوري لحد ما تيجي التيم الطبي او الفريق الطبي اللي يقوم بالايه بالدور بتاعه. طبعا موضوع النسخ الاولي ده لا يستغرق اقل من ثواني، بحدد فيه ازاي هتعامل مع المريض او المصاب وازاي اعرف ايه المشكله بتاعته، هل يا ترى الاصابه نتيجه ايه. طبعا انا بعمل حاجه اسمها الثري سي او الثلاثه سي، ان انا بفحص تشيك وبعمل كول اتصل وبعمل كير اللي بعمل الاعتناء او الرعايه الصحيه. طبعا اول حاجه لما اوصل مكان واعمل له مسح اتاكد ان المكان امن عليا، بمعنى لو فيه مصاب نتيجه مسح كهربائي اول ما يتبادر لذهني ان انا اتاكد ان المكان امن ليا. ليه؟ احنا شايفين الصوره بتوضح قد ايه عدد طابور الحمق اللي زادهم وهيزيدهم كل ما يجي واحد يحاول يسعف من غير ما يعمل مسح مبدئي ويشوف ان السبب الرئيسي في الاصابه دي كلها هو المسح الكهربائي. طيب طبعا بعمل شيء، احنا قلنا بفحص المكان رقم واحد، وبعدين افحص المصاب بتاكد المكان امن عليا. طبعا قلنا طريقه الفحص، بعد ما اتاكد المكان امن ليا بفحص المصاب ان انا بحاول اهزه ما احركوش، وابدا ان انا اتاكد فين مكان الاصابه بدل ان انا بعمل عمليه تشيك، بفحص كل حته فيه من اول رقبته، الذراع، البط، الظهر، منطقه الحوض، القدمين او منطقه الفردين. ولما بحركه كوان يونتس كوحده واحده، وخاصه الوحده اللي عندي مهمه هي منطقه البلفيك مع منطقه النك الرقبه، بحيث اخليهم يونت واحده وببقى خايف من الباك بونز او العمود الفقري ان يحصل فيه مضاعفات، انه ممكن يقطع للسباينال كورد ومعد كده يحصل له مضاعفات، ودي مشكله بالنسبه لي. طبعا انا هقول بوجاله، هتكلم بوجاله على اساس ان انا عندي مهم النهارده، اتكلم النهارده على سي بي ار الكاردو ريزيستشن، ان انا هعمل طبعا قلنا ازاي بعمل كول، وانا لازم ان انا اتصل بوحده الابيلانس او الاسعاف بواحد اثنين ثلاثه، واللي هيتصل مطلوب منه ان في بروتوكول معين رقم واحد، ولازم يدلي بمعلومات صحيحه ويتصل ويتاكد
ان البلاغ وصل انه يتصل برقم التليفون يقوله ان انا بتصل من رقم كذا 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 لجديه الاتصال، ان هو بقول مكان الحدث بالتحديد فين، احدده مكانه وبقول اسم المتحدث انا مين وايه اللي حصل، عدد المصابين قد ايه، وانا قدرت اعمل لحد فيهم ايه، بحيث عدد العربيات اللي هتيجي تبقى جايه بامكانيات تتفاعل وتتعامل مع الحدث انتهى الايجابيه. طبعا مهم جدا قوي الملاحظه دي، وان انا ما اقفلش الخط الا بعد منهي البلاغ لاستقبال المعلومات، لان الخط بيكون متصل باكثر من وحده، بيبقى متصل بوحده عمليات، متصل بالاسعاف، متصل بالنجده، وطبعا في شق حدث وده في شق جنائي وده في شق طبي، وطبعا الاسعاف بتيجي ويبدا يبلغوا عن الحدث او الحادثه وعدد الاصابه ومن اللي تسبب فيها كشق جنائي في الامر. طيب لما رجال الاسعاف، احنا كمصريين من ضمن مشاكلنا ان احنا دايما بنفهم في كل حاجه، بنتدخل في كل حاجه، بنحاول نمد ايدينا في اللي نعرفه ولا ما نعرفوش. لا، احنا دايما بنقول لما يجي رجال الاسعاف بعد اذنكم اتعاملوا معاهم، لكن ما نحاولش ان احنا ندخل في عملهم، بمعنى ان انا اتلقى اوردر من المسعف اعمل كذا فاعمل كذا. اللي انا ما اعرفوش ما احاولش ان انا اجازف بيه على اساس ما يبقاش فيه مضاعفات، لان دوري كفيرست ايدر بحسن الحاله، بمنع مضاعفات وبنعش الحياه. انا بعمل كير، الاسعاف اللي انا بعملها للمصاب على اساس ان انا بعمل مجموعه احداث او افعال لها ابريفيشن اي بي سي دي، قلنا الاي هي اختصار للاير واي او المجرى الهواء، البي اختصار للبريسنج، السي للسيكريشن، الدي ديسابيلتي، والاي للاكسبلوجن او كشف الاصابه. طيب اول حاجه اتكلمنا على فتح ممر الهواء، وهنقولها في عجاله بسيطه ان فتح ممر الهواء ده مهم جدا جدا، لان انا كفريست ايدر لازم اتاكد ان مجرى الهواء مفتوح. ما دام مفتوح يبقى مفيش مشكله عند المصاب ان هو ياخد شهيق ويطلع زفير. طيب ازاي اساعد المصاب ان هو يطلع شهيق، يطلع زفير ويدخل شهيق، بدين يكون في اوبستراكشنز او سده او في اي حاجه الاير واي. الحركه اللي احنا شايفينها دي مهمه جدا جدا، وبتمثل زاويه قايمه ما بين الفك وما بين الارض. لو قلنا عندي زاويه هي على الارض كده، نسينا زاويه قايمه، اوكي. الزاويه القايمه دي بتمثل لي فيها ان الفك بالنسبة للأرض واخد زاوية قايمة. هنا بتأكد ان الاير واي مفتوح، لان التندون او الاربطة بتاعت اللسان بتبقى مرفوعة مع الفك، فبالتالي بتسمح بمرور الهواء. ده في حالة لما يكونش في عندي فورم قافل الاير واي. يمكن هنا الشكل المثالي ازاي احط ايدي على منطقة الرأس وازاي احط ايدي على منطقة الفك وارفع الزاويه القائمه اللي احنا اتكلمنا عنها. اوكي؟ طيب الحاله دي ان انا بحرك الفك لما يكون في عنده تروما او في فراكشرز او في ديسفورميشنز، تغيير في شكل الرقبه نتيجه تروما، فبيحصل فيه تغيير في شكل ال ال ال, ال, ال الرقبه او الفقرات العنق، فبخاف ان يحصل فيه مضاعفات، فانا ما ينفعش ان انا احرك الراس او احرك الرقبه وبكتفي ان انا ارفع الفك ولو جزء بسيط. طب هذا يكفي؟ هذا يكفي. انا لو عندي مقدار
ثقب من ثقب ابره اقدر اوصل منه هواء للمصاب عشان ان انا اضبط السيركيليشن يحصل فيه اكسشينج او تبادل اكسجين في الرئه ويحصل فيه يبدا اكسجين يجي تاني للمخ ويبدا يحصل فيه افاقه كامله. فطبعا كده المريض او المصاب يبدا يعتمد على نفسه. طيب في حاجه من الاخطاء الشائعه جدا جدا مصاب بحاول اريحه فبجيب وساده من اي قماش او فوطه وبحطها تحت المصاب طبعا اكس عامل عليه اكس ان ده خطا كبير لان احنا زي ما احنا شايفين في المنطقه اللي قدامنا انا لما رفعته تحت عمل لي ايه للاسف الشديد شايفين هنا قفل الايروي هنا الايروي هي عداله تمشي كده فللاسف الشديد انا قفلتها. اوكي طيب الصح ان انا في المنطقه دي تنام مفتوح انا قفلتها عشان حطيت وساده خلف المصاب. اوكي في بقى فينا السلايد دي هتبين لي ازاي الطن نحصل له نوع من انواع الريلاكسيشن نتيجه الكوما بيسقط وبيقفل لي الايروي. قلنا طبعا ده ازاي ان انا برفع الفك في حاله التروما في الرقبه ولو مصاب ما عنديش مشكله في الرقبه في فقرات العنق يعني بحاول ان انا ارفع الفك بزاويه 90 في الادلت في البالغ على اساس ان هو يخلي لي الايروي مفتوح. شايفين اهوت لما عملت الزاويه القائمه اللي قلنا عليها وهنوضحها تاني ان انا عملت زاويه قائمه اهيت مع الارض زاويه قائمه اهيت بقى هنا الايروي عندي مفتوحه. اوكي هنا مفتوحه. اوكي طيب البريسنج بقى هو التنفس. انا اديت الفرصه للتنفس انه يشتغل اذا كان في فورين بادي موجود او في سقط اللسان. طبعا اتكلمنا عن الحادثه المشهوره للاعب محمد عبد الوهاب الله يرحمه لما حصل له كوما وسقط لسانه زي ما شفنا بالطريقه ببساطه. لو حد يعي الامر اولا قدر الله ما شاء فعل الله يرحمه، لكن احنا بنتكلم في اسباب ربنا امرنا ان احنا ناخد بها، فالاخذ بالاسباب امر واجب يعني. طيب انا فتحت الاير واي وتاكدت ان الاير واي مفتوح، هشوف البريسنج، اشوف التنفس. هشوفه ازاي؟ ان انا تبقى عيني على الاصاب اشوف هل الشيست بيطلع وينزل او الشيست طلع ونزل. طبعا هنا بحط المصاب في قلنا لما بنحركه بنحركه 1 يونت ايدي على فقرات العنق وايدي على منطقه الحوض وبحركه كوحده واحده. شوف ايدينا فين وايدينا فين وبنحركه. كفر ده هنا ازاي تبقى على الشيست وبشوف الحركه بتاعته لو حصل فيه الشيست طلع ونزل بقول فيه ان في او ان انا احط دي على فم المصاب فنفس بالنسبه للبالغ ببدا اتاكد ان الاير واي مفتوح، بمعنى ان انا لقيت الشيست
في حركه يبقى الاير واي مفتوح ويبقى في بريسنج. طيب مفيش، هتاكد بعد الحركه اللي انا بعملها دي زي ما انا شايف ان انا عرفت الزاويه القايمه اللي انا بقول عليها هي، وهتاكد كمان ان في اير واي مفتوح. ان انا لما ادي زفير هتاكد ان الشهير بتاع المصاب بيطلع منه. وقلنا من حكمه ربنا ان انا لما باجي اخد شهيق، لما باجي اخد شهيق بحتاج انرجي، يعني بيبقى اكتف. انا اللي بقرر فيحصل فيه تمدد في الانتركوستال ماسلز بتاع الشيست، العضلات اللي بين الضلوع، بملى صدري بالهواء. وبعد كده لما اجي اعمل زفير بيبقى باسيف، بيكون مش محتاج انرجي. يعني انا لما بقرر اخد نفس باخد النفس، لكن لما اجي اطلعه مش محتاج ابذل مجهود. وانس ان انا بفتح بقي او افتح انفي النفس بيطلع لوحده. وعشان كده من حكمه ربنا المصاب لما بيخش في كوما بيبقى محتاج ان انا اديله شهيق، او ان اديله انا كفريست ايدر اديله زفير من بتاعي، انا بديله بالانرجي بتاعتي انا، لكن هو مش محتاج انرجي عشان يطلع. والا تبقى سبحان الله من نعم ربنا علينا يعني. طيب حاجه ثانيه هنتكلم في عجاله دلوقتي، ان ده الطفل هنلاحظ ان الزاويه مش الزاويه منفرجه شويه. ليه بقى؟ احنا قلنا المره اللي فاتت. طيب بالنسبه للرضيع الزاويه قد تصل ل 160 180، والحكمه في ذلك ان 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 الفرق الرهيب ما بين الانجل في الادل وفي الصبي وفي البيبي فرق واضح جدا. طيب الاجابه ببساطه ان التراكيع بتاع البيبي دي عامله زي تبقى كلها كارتجين، هي تنتمي للعكس. يعني انا لو حاولت ان انا اخلي الزاويه قايمه ممكن الاقي ان الرقبه او التراكيه تنقفل سلا ديستراكشن نتيجه الحركه بتاعت الغلط. فهي الحركه دي مناسبه ان انا اتاكد ان في اير واي وان انا ادي تشانس او فرصه للبريسنج. اوكي؟ طيب دي طبعا قلنا لو حصل فيه تروما او ديسفورميشنز او تغيير في شكل الرقبه، ان يحصل فيه ديسكلوريشن تغيير في اللون تغيير في الشكل، اتاكد ان في تروما، فانا ما بجازفش واعمل تحريك لمنطقه الراس، وبكتفي ان انا بضغط من الفكين عشان احرك الفك الاعلى زي ما احنا شايفين الشويه دول يكفوا ان انا يبقى فيه بريسنج لو انا حدي للمصاب. اوكي؟ طيب طبعا وانا بدي بالنسبه للادلت قلنا بنقفل الانف، لان انا لو الانف مفتوحه واديت من الفم من السهل ان الهواء يطلع تاني بتاع الزفير بتاعي من الانف بتاع المصاب. لكن انا كفريستي ايدر انا عندي ملاحظه قويه وشديد الملاحظه ان انا بقفل الانف الايه؟ النفس او بدي الزفير. وانا شيست، طب هنا شيست ليه؟ بس الشيست لما طلعش يعني فرق بقى دي قافل التراكيه، او ممكن تكون بلعه كبيره في الاسوفجس في المريء ضغط على التراكيه، وفي نفس الوقت ما بيحصلش فيه بريسنج او ما بيحصلش فيه دخول الهواء او خروج. طبعا في بعض الناس عافاكم الله بيكون عنده مشكله استئصال الحنجره نتيجه اورام او نتيجه مشاكل او ظروف مرضيه، فبالتعامل مع المريض من الفتحه دي ان انا بديله شهيق منها وبديله زفير منها وبتاكد من بريسنج انه الاير واي مفتوح منها الفوق اللي عندي من هنا لغايه هنا، ده بعتبر ايه؟ اوبستراكت مقفول. حتى لما اجي اعمل تيست او اختبار للاير واي او للمنطقه اللي انا قلنا الفتحه ديت في بريسنج
في زفير بيطلع انسبيريشن سبيريشن بتاكد من الفتحه دي. طيب السؤال اللي قلناه المره اللي فاتت، انا لما بدي ادي زفير بديه لمصاب، ازاي بدي زفير وقلنا الزفير ده زفير؟ يعني هل يا ترى الزفير ده اللي بديه للمصاب هل يحتوي على اكسجين؟ المفروض ان انا اديله هواء فريش لكن مش موجود، انا بديله زفير، هل الزفير ده لوجيك، ده حاجه دوكيومنتد، ده حاجه عقلانيه، ده حاجه علميه ان انا اديله؟ قالوا ان هذا الزفير يحتوي على اقل من 73% اكسجين، الزفير اللي بيطلع، وخاصة انا لما اول ما بدي الزفير بتاعي بيبقى اول جزء بيطلع عندي الجزء الموجود في التراكية. الجزء الموجود في التراكية ده بيبقاش فيه اكسشينج، فبالتالي بيبقى جزء كبير جدا ما فيهوش كمية كبيرة من كربون دايوكسيد او ثاني اكسيد الكربون، ولكن بيكون موجود فيه زي ما قلنا اكتر من 73% من الاكسجين. اوكي، حاجه ثانيه بالنسبه للادلت، انا لما باجي ادي له زفير بقفل الانف عشان اتاكد ان الهواء واصل لللنج. الحاجه الثانيه ان انا بقفل في الصبي الانف برضه، لكن في البيبي الصغير عشان المسافه ما بين الانف والفم صغيره، فبضطر ان انا بحط الفم بتاعي كفريست ايدر كمسحف بحطه على الانف والفم بتاع البيبي، لان انا ما فيش مسافات ما بينهم، فهو الحل ان انا احط الفم ماوس تو نوز اند ماوس للايه؟ للبيبي. طبعا البيبي قلنا اللي هو اصغر من سنه فيما تحت ليس فيما فوق يعني. اوكي؟ طيب سيركيليشن هي الدوره الدمويه، وطبعا الدوره الدمويه دي بنحسها في شكل بلس، شكل نبضات، وهي حركه الدم السائله في كل الاوعيه الدمويه سواء شرايين او اورده عن طريق الهارت. طبعا بحس البلس ده عن طريق مجموعه الشرايين الموجوده سواء كان في الذراعين او في او في القدمين او في العضدين او في مناطق كتيره، لكن انا كفريست ايدر ببقى عايز ابقى كونسنتريتد قوي وانا شغال، فانا عندي المنطقه ديت والشريان السباتي بيكون عندي هنا المنطقه دهيت اسمها دفاعه ادم، في نوت عندي ماسلز وفي نوت عندي ماسلز، في ما بينهم جروف، الجروف ده هو لو حطيت صباعين الاثنين هحس البالس بتاع الشريان السباتي، وده من حاجات السهله جدا جدا ان انا اقدر اميز واعرف البالس ان في سيركيليشن ولا لا. طيب بالنسبه طبعا انا يكون عندي ممكن اشوفه من الجهه اليمنى ومن الجهه اليسرى، الايسر ليا لكن انا ما بقى هنا ما اروحش اقدر الايسر ليا واللي يخليني اكتسب وقت، لان كل الموضوع اللي بنقوله ده ما بياخدش دقايق، لانه احنا المسافه او الوقت اللي ما بين ان انا اسف مصاب اصيب في حادث ما ودخل في كومه بتكلم من دقيقه لثلاث دقائق بعد الحادثه، والحادثه ما يكونش مر عليها اكتر من خمس دقائق، لان بخاف على حاجه واحده مهمه جدا اللي هي البرين سيل. لو حصل دامج للبرين سيل بتبقى للاسف ريفيرت مصاب، يصاب بمشكله وانا اتاخر فبكم اصابه في خلايا في الاعضاء الحيويه بتاع الجسم على حسب مكان الاصابه. طبعا الرضيع ما اقدرش ادور على الشريان السباتي، لان تقريبا انا ما اقدرش احط صبعي ما بين هنا، لان مكان هنا يا دوبك تاخد ورقه على سيفها يعني لو دخلت اصلا. فنشوف هنا الشريان العضدي بنقدر نشوف منه من الشريان العضدي البلس موجود ولا لا، وهنا في عندي هنا عضله سموها العضله ثنائيه الراس والعضله ثلاثيه الرؤوس، ما بينهم جروف نلامس العظم بتاع العضد عليه الشريان العضدي، فانا اقدر احس البلس منه بتاع السيركيليشن. طبعا انا بشوف الاير واي، بشوف البريسنج، بشوف السيركيليشن عشان اتاكد ان هذا المريض او المصاب ما زال على قيد الحياه. ده وضع الافارقه هنتكلم عليها بالتفصيل ان شاء الله في المرات القادمه ان شاء الله. طبعا الديسابيلتي او الاعاقه، طبعا في اعاقه ذهنيه وفي اعاقه حركيه. الاعاقه الذهنيه ان انا لما باجي اكلم المصاب
الاول بديله مجموعه اصوات مجموعه اوردر ان هو يتفاعل معايا، يعني ان انا الاول ان انا احركه حركه بسيطه، لكن ولا هزه، لا هزه ما حركوش، لان الحركه غير مستحبه قد تكون مرفوضه. لكن انا بتفق الاول ان انا الاول بسمع منه صوت، ما دام قال صوت يبقى هو مش في غيبوبه مش في كوما، او ان انا اديله صوت فيرد عليا، اوكي، ان انا اقرصه، ان انا اديله الم، بس مش اسلخ ودنه ولا اشيل ودنه ولا اشيل ضفره، يعني ان انا اديله الم خارج يديني انطباع ان هو ما زال على قيد الحياه ومتفاعل معايا، وابدا اقيس الغيبوبه بتاعته، او انه ما يتكلمش معايا خالص فاعرف ان هو في غيبوبه كامله. اوكي، طبعا الاخر الجسديه طبعا ان هو ما يقدرش يحرك اعضائه، ايديه او رجليه او جسمه، وممكن يكون فايق معايا لكن مش قادر يحرك، فانا اعرف الاصابه فين. قلنا اهم حاجه بعد كده الاكسجوجر، او ان انا ازاي اكشف الاصابه، وهم جدا ان انا وانا بكشف الاصابه ما يكونش دوري او الرول بتاعي ان انا بكشف الاصابه ان انا اعمل مضاعفات للمصاب، وانا بخلع له كم اعمل له مثلا شولدر ديسلوكيشنز، اشيل اخلع كتفه او املق دراعه او اكسر له حاجه، او ان كان عنده كسر بسيط اعمله كسر مضاعف، ان العظم اللي موجود جوه اخليه يخترق الجلد ويبقى فيه كومبليكيشن، وده مش الدور بتاعي. فاحنا شايفين نقطة الفريست يقدر وهي بتعمل اكسجوجر او بتكشف العضو، ان هي بتكشف العضو السليم الاول، وبعدين ترفع الملابس من على الراس، وبعدين تجرد الملابس من حوالين دراع المصاب. طبعا لما يكون عندي جزمه بفك الرباط وبفكها بهدوء جدا، واتاكد لو في عندنا هو فراكشرز او في ديسبيكيشن او في تمزق في الاربطه، بكون محاذر جدا وانا بخلع الحذاء. الحاجه الثانيه طبعا بعد الامر ده بيحصل فيه إديمة، بيحصل فيه تورم في العضو، وبالتالي كل الملابس اللي تكون الشوز او التراب الشراب اللي لابسه بيبقى يضيق قوي قوي على المصاب. فانا اللي بقدر افكه ما بقدرش اقصه واعوض عليه ربنا في الشراب كوتونيل ده ولا ايه. طبعا لو انا منغاز من حبيبي وصاحبي وحصل له حاجه ما حصدق وهجيب له البنطلون ده من اي حته، لكن طبعا خلي عندنا رأفة شويه، ولما نفك من الاماكن اللي فيها خياطه ان احنا نقدر نرجع تاني الـ 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 البنطلون. طبعا فحص المصاب الواعي، لما يكون عندي مصاب ومركز وكده، طبعا انا ببدا افحص الاول من عند الراس، اشوف عيني في عينه، اشوف الرقبه، اشوف الشيست، بكشف طبعا بكشف الملابس واشوف، لان ممكن الاقي فيه ماتروما، يبقى فيه شكلها متغير، او في البطن لو اوقات بنخاف من حاجه اسمها الانتروميرج او النزيف الداخلي، وكثيرا جدا من كل الاصابات بتحصل نتيجه النزيف الداخلي والعياذ بالله. شوف منطقه الحوض. طب انا بشوف ايه؟ بشوف تغيير في الشكل، تغيير في اللون، ان ممكن الاقي الرجل ديت مش مظبوطه بتغير شكلها، قدم متغير، في إديمة، في دم، في لون متغير، شكل الدراع مش مظبوط، فاعرف ان في حاجه مش مظبوطه اقدر اتعامل مع المصاب. طبعا الفحص، وانا بكلم المريض وبطمنه وبديله نوع من انواع التامين النفسي، مهم جدا ان انا امن المصاب، اقول له ما تخافش انا معاك، واقول له انا فلان وفلان، انا دكتور، انا مسعف، انا معاك ما تقلقش. الحاجات دي بتحسس اللي حواليه ان في حد امين معاه، بيبدا يهدى ويبدا يتجاوب معاه، يقول لك دي وجعاني، فانت الوقت الصغير اللي انت بتلحقه فاض. بفحص الرقبه، بفحص منطقه الشيست، وبفحص بعد كده منطقه الابدومين وفي الدراعات، بشوف البطن، وبشوف الحوض،
بتاكد من اي حاجه فيها ديسفورميشنز سواء في الـ في الـ في الـ في الهيد او النك او الشيست او الابدومين او كل الاعضاء الخارجيه. طيب طبعا كل ده ما بيستغرقش كتير، كل ده بيستغرق وقت قليل جدا جدا، وانا ببقى مركز جدا جدا على الاعضاء الحيويه اللي هو التنفس والبالز شكل في سيركيليشن. طبعا الترياج ده قلنا ان هي تقسيمه المسعفين بيبقوا متمرسين عليها لما يكون في حادثه كبيره، بيقسموا المصابين على حسب حجم الاصابه، مصاب عنده اصابه كبيره زي في الشيست مثلا حصل فيه بيرفريشنز او ثقب، حصل فيه كوما بعدها، دي من الاصابات اللي بتبقى محتاجه عنايه عاجله دلوقتي، او حصل فيه حادث ادى ان جزء من الاحشاء الداخليه خرج بره وحصل بعدها كوما. ده طبعا كل ما هو اصابه كبيره ينتج عنها صدمه بحاول ان ادخل بسرعه لعنايه عاجله. طبعا المصاب يحتاج رعايه طبيه غير عاجله، رعايه طبيه بس غير عاجله، بمعنى ان هو في كسر، فيه تمزقات، في اي اصابه ولكنها لم ينتج عنها صدمه، فاحنا بنحاول نشوف الاولويات ايه. فما بيبداوا يدوا كل مصاب من المصابين زي اسوره بلون مختلف، بيتحددي من الاولى في الاسعاف، ذو العنايه العاجله اكثر من ذو الرعايه الطبيه غير العاجله للرعايه الطبيه البسيطه. واحد كان راكب دراجه وحصل له مجموعه من السحاجات، او فيه خبطه حصل فيه كدمه كده، فانا ببدا ان انا اعمل الاسعافات البسيطه واطمنه وننتهي الدور بتاعي. طبعا ان شاء الله النهارده طبعا هنتكلم، وطبعا دي بدايه المحاضره، وهي سي بي ار. كل اللي احنا قلناه في الاير واي بريسنج والسيركيليشن والديسابيليتي والسوجر، كل ده هنلاقي نفسنا بنكرروه كل مره في اي اصابه، سواء في تسمم، سواء في صدمه كهربائيه، سواء في توقف القلب. كل ما ينتج عنه صدمه هبدا ان انا نعيد الخمسة ابريفيشن اللي هو الاي والبي والسي والدي، ونقول ازاي التكنيك بتاعهم ان انا اعملهم بطريقه اكسب بيهم وقت، وفي نفس الوقت انجح في الوصول بالمصاب بتاعي ان انا احافظ على القلب والتنفس. طبعا السي بي ار دي اختصار للكارديو بالمونري ريزيستيشن او انعاش القلب والتنفس. طيب السؤال دلوقتي، انا ليه بعمل انعاش القلب والتنفس؟ بعمله عشان خاطر اتجنب توقف القلب لفتره اكتر من 5 دقائق. طب اخاف من ايه لما القلب يقف؟ القلب يقف ان كميه الدم اللي رايحه للبرين تقف، وهو اخطر حاجه عندي، وهو العضو الحساس جدا اللي خلايا قلنا البرين سيل. طبعا تعرف توقف القلب مفاجئ، هو توقف الدوره الدمويه. قلنا هل ممكن مصاب اللي يتوقف قلبه يتوقف نفسه، ولا يتوقف نفسه يتوقف قلبه؟ لا، نقول المصاب ممكن يتوقف نفسه ولكن قلبه يشتغل. ازاي؟ يعني لو في حصل فيه اوبستراكشن، سده في النفس، النفس وقف اهو لكن القلب شغال. معنى كده ان القلب لو وقف التنفس يقف، لكن لو التنفس وقف مش شرط ان القلب يقف. اوكي؟
يعني انا لما ابدا اسف مريض ولقيت النفس واقف، مش معنى كده ان هو فارق الحياه، بشوف البلس، لقيت بلس اعرف ان المصاب عايش ولكن التنفس واقف. نتيجه ايه؟ نتيجه ان في جسم غريب. طيب انا شلت الجسم الغريب، ممكن الاقي ان القلب واقف، بيحتاج ايه؟ بيحتاج نفس تاميني، ان انا اعمل ري اكتيفيشن، تنشيط للديافراجم انه يبدا يشتغل تاني. طيب بقول لك يجب التدخل السريع عشان انا شو المصاب من 3 ل 5 دقائق. ليه؟ مش اكتر من كده؟ لا مش اكتر من كده. ليه؟ عشان انا بخاف ان القلب لو وقف اكتر من 5 دقائق بالتالي بيحصل فيه ان خلايا المخ تبدا تصاب. طيب ايه الاسباب توقف القلب؟ الازمات القلبيه، لو كارديك فراكشن، ريست نتيجه مشاكل كورونير ارتري، مشاكل الاسكيميا، مشاكل الانجينا، ذبحات الصدريه، كل دي من اسباب اللي بتسبب لي توقف القلب المفاجئ، صدمات الكهربائيه، الجرعات الزائده من الادويه. انت عنها عن الحوادث الخطيره، يحصل فيه خروج كم كبير جدا من الدم فيحصل فيه توقف القلب، الحساسيه الشديده، ان يحصل فيه توسع في الاوعيه الدمويه نتيجه خروج الهستامين، فبالتالي بيحصل فيه فازوديليتيشن، ويحصل فيه هبوط حاد في الدوره الدمويه، يحصل فيه كاردياك اريست اسفيكس، يعني في اختناق نتيجه جسم غريب فمنع تبادل الاكسجين، او في غرق نتيجه دخول ميه في الرئه، وبالتالي بيحصل فيه توقف القلب. ايه العلامات اللي انا اقدر اقول بيها ان القلب وقف؟ ايه العلامات؟ يعني قدام واحد انا اللي يخليني اقول ان القلب واقف. اول حاجه ان هو في كوما، كومبليت كوما، كومبليت كوما. تاني حاجة مفيش نفس. تالت حاجة مفيش نبض. يبقى 3 علامات بقول فيهم ان القلب متوقف، مفيش وعي، كومبليت كوما، مفيش بريسينج، مفيش تنفس، مفيش نبض. دي علامات توقف القلب. طيب انا كفريست ايدر او كمسعف مطلوب مني ان انا اتعامل مع المصاب في خلال من دقيقه لثلاث دقائق. يعني انا جيت لقيت مصاب مرمي، ببدا اتعامل معاه، وقتي انا اشتغل معاه من دقيقه لثلاث دقائق. اوكي؟ طيب بحيث الوقت ما يزيدش ما بين الاصابه والانقاذ على 5 دقائق، يعني جيت لواحد في كومبليت كوما بقاله نص ساعه والقلب واقف والتنفس واقف. يبقى فرص انقاذه صعبه، ولو انقذته للاسف الشديد بيبقى فيه مضاعفات، ان كميه الوقت اللي طال والخلايا بتاع المخ ما وصلهاش اكسجين بيحصل لها للاسف الشديد دمج، وبالتالي بيحصل فيه مضاعفات بعد كده، ده لو شاء ربنا. هنتكلم النهارده بقى باستفاضه عن ازاي امنعش مصاب، ازاي هنعش مصاب بالغ، انعاش مصاب بالغ. خطوات الانعاش، طبعا احنا هنقول خطوات انعاش البالغ والصبي والبيب الصغير الاقل من سنه. لازم نركز في المحاضره لان اكتر حاجه بيتبني عليها كل شغلنا هي السي بي ار. طبعا ده السلايد ديت او الفيجر ده بيوضح لي الشيست وفين مكان الهارت. احنا هنوضحه ببساطه اهو. شايفين هارت فين؟
الهارت اهو في المنطقه دي. اوكي طيب دي منطقه الزينوبيال كارتليج او سموه الغضروف الخنجري او شعر بالعربي اسمه ايه. انا لما ببدا في مشكله في الصوت، في مشكله في الصوت، الصوت تمام شكرا. انا لما ببدا اتعامل مع 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 المصاب الأهم حاجة ما اشغلش بالي بحاجة تانية للمصاب غير ان انا اتأكد ان فيه نبض وفيه تنفس. طيب هتعامل ازاي مع المصاب؟ المصاب نايم على ظهره، اول حاجة في عجلة بسيطة بسرعة ببدأ على صدره، ما لقيتش فيه حركة في صدره يبقى مفيش تنفس، هبدأ ارفع الفك للخلف بزاوية 90 درجة، زاوية 90 درجة، وهبدأ اديله ماوس تو ماوس، ان انا اديله اكسبيريشن من عندي، زفير من عندي له. طيب اديله امتى؟ اديله في حالة ان انا لقيت الشيست ما بتحركش، فتحت الايروي وحط ماوس تو ماوس وابدأ اديله نفس، وانا بديله نفس لاحظت ان الشيست بتاعه طلع ونزل. بعمل الموضوع ده كم مره؟ بعمله مرتين، بدي شهيق بنسبه 50% مثلا، الشيست يطلع واسيبه ينزل تاني لوحده. قلنا ما احبسش النفس، ليه ما احبسش النفس؟ ليه؟ لو حبست النفس بيبقى فيه تحميل او ضغط على الاستومك، على المعده. لو انا ضغطت على المعده وهو في حالة كومة، للأسف ما يحصل فيه تمدد في اللنج، بتضغط على الاستومك وبيحصل فيه الضغط ده بيخرج لي جزء من الكونتنت أو المحتوى بتاع المعدة للمريض، فللأسف الشديد ممكن يحصل له في اسفيكسيا، يعني تخنق من السوائل بتاعة المعدة اللي تدخل على الرئة. يبقى أنا الرول بتاعي دلوقتي ان انا عملت كومبليكيشن، انا الرول كفريست ايدر ما ينفعش ان انا اعمل كومبليكيشن. طيب بدي نفس وبسيبه يطلع، اوكي عرفت ان انا في ايرواي وعرفت ان في بريسنج دخل وطلع، وبدي كمان نفس كمان مره، لقيت الشيست طلع ونزل، بشوف البالس، بحط ايد على المنطقه اللي قلنا فيها اللي هو الشريان السباتي اللي هو هنا في المنطقه دي، لقيت فيه بلس 12 نفس تأميني، بمعنى ان انا برفع الفك وايد على راسه زي ما قلنا الصورة اللي فاتت وضحناها زي قايمة، وبدي بقفل الانف وبدي نفس مني للمصاب، بدي له 12 نفس، بدي نفس واسيبه يطلع، بدي نفس واسيبه يطلع كم مره؟ 12 مره، واتاكد ان الـ ان الـ ان الـ ان الـ ان النفس بدا هو يشتغل بطريقه ذاتيه، يعني هو بدا يطلع من الكوره، لان النفس اللي انا اديته انا بساعد الاكسجين او الاكسشينج ان يحصل، فبالتالي خلايا المخ بتبدا صار ريفريشمنت وبيبدا يستعيد وعيه ويبدا هو يتنفس في حاله لما يكون فيه بالس. طب ما فيش بالس، انا اديت نفسين، اي نعم صدره بيطلع وبينزل زي الفل ولكن ما فيش نبض، اعمل ايه؟ هعمل السي بي ار اللي احنا هنتكلم عنه دلوقتي، هقولها تاني في عجاله. رقم واحد ان انا الاول هتاكد ان في ايرواي وان في بريسنج وان في سيركيليشن، ان انا بشوف فيه بلس وان انا اشوف فيه ايرواي مفتوح وان انا هشوف فيه ان فيه بريسنج. طيب انا لقيت ايه؟ موفمنت، في حركه للشيست، فانا بدي اكسبيريشن واشوف فيه انسبيريشن. طيب انا اديت اكسبيريشن بحيث ان الشيست يحصل له فيه موفمنت، طيب اديت بنسبه 50%
وسكت، فحصل فيه اكسبيريشن للمصاب. بعملها كمان مره بحيث اتاكد ان البريسنج، ان الاير واي مفتوح في بريسنج. طيب بتاكد ان في بالس، ان انا بشوف الشريان الثلاثي شغال، ان انا بحاول اتاكد ان الشريان الثلاثي شغال وفي سيركوليشن. لو لقيت في بالس بدي 12 نفس تاميني للمصاب عن طريق ان انا بدي بالس بنسبه 50% واسيب الاير يطلع من الـ من الـ من الـ من الاير واي كاكسبيريشن. طيب انا بعمله ايه؟ بعمله عشان اعمل تنشيط افاج للحجاب الحاجز عشان يحصل فيه اكسشينج، وبالتالي يخلي المصاب يستعيد وعيه. طيب مفيش بالس، مفيش نبض اوريدي، دلوقتي هبدا اتعامل مع المصاب وابدا اديله بالس دايركت على طول. سوري هديله اعمل له تدليك او اعمله انعاش للقلب عن طريق ايه؟ بالنسبه للادلت الميل، الادلت الميل هبدا اتحسس حاجتين عنده مهمين، اللي هي النبل بتاع البريست بتاعه بالنسبه للميل. في خط وهم ما بينهم، ما بين النبل بتاع الأدل، اوكي، في المنطقه في السنتر بالظبط ان هو في الهارت اللي انا اللي انا رسمه وموضحه دلوقتي. هقول ان الهارت في المنطقه دي المقصود بيه ان انا هتعامل معاه. اتعامل معاه ازاي؟ اولا حددناه هو طبعا بنيم المصاب على ظهره، بتحسس احنا قلنا الميل بيبقى في خط وهمي ما بين البريست بتاعه ما بين حلمه صدره النبل، في السنتر بالظبط بيبقى فيه زينوفل كارتليج او عظمه القص الخنجري او عظمه القص الخنجري. العظمه ديت اللي هي زي القرقوشه يعني كده، تبقى في السنتر بالظبط. ببدا اتحسس المنطقه دي، اتحسسها بطريقتين، ان انا اجي على الضلوع وبمشي، اول ما اوصل للعظمه دي بحط راحه ايدي من صوابع ايديا، الراحه دي المنطقه اوضحها بالصوره دلوقتي، بحيث على العظمه بتاع القص. طبعا هنا بيشوف زي ما قلنا، بيحس بخده بالنفس، بعد كده عينيها على منطقه الشيست بيشوف بيطلع ولا بينزل ولا لا. لقت مفيش نفس بنقفل الانف ونحط ماوس تو ماوس وبديله اكسبيريشن، بديله زفير. قلنا بدي وبسيب المصاب يطلع الزفير بتاعه على اساس ان اي مضاعفات بتحصل للاسف الشديد بينتج عنها مشاكل. قلنا المشاكل ان يبقى فيه تحميل على المعده بتطلع المحتويات بتاعتها، وبالتالي ممكن يحصل له اسفيكسيا، يتخنق بقى ان جزء من محتويات المعده تخش الرئه، تبقى طبعا الفريستيلا بيشوف المصاب، بتاكد من البالس عن طريق الشريان السباتي اللي ما بين تفاحه ادم وما بين العضله الموجوده على جانبي العنق. في الفيميل انا ما اقدرش اقول ان فين خط الوهمي ما بين البريست عند الفيميل، لكن ممكن ان انا اتحسس بايديا الريبس او الضلوع، بمشي بيها لغايه لما اوصل
لمنطقة الزينوبيا الكارتليج اللي احنا شايفينها قدامنا هيا، وبحط ايدي على المنطقة اللي هي تحت منها مباشرة عضلة القلب. اوكي؟ طبعا هو هنا تحسس فين المنطقة بالظبط، بحط صبعنا عليها تبقى منطقة قشة كده خفيفة. شفنا ايديه فين، صبعينه فين، حط راحة ايده من صوابعه، الراحة بتاعت ايده على الغضروف او الزينوبيال كارتليج زي ما قلنا، ويرفع ايده التانية يحطها يشبك عليها زي ما احنا شايفينها بالشكل ده. التكنيك ده مهم جدا جدا. طب مهم جدا ليه؟ ايه اللي فيه مهم؟ اللي فيه مهم جدا جدا حاجتين. اولا الكارتنج ده او عظمه القص ديت عظمه قويه جدا، وانا لما بشتغل عليها ما اشتغلش براها، بمعنى ان انا لو عملت مساج او تدليك لعضله القلب في منطقه تانية للاسف من السهل ان انا اعمل فراكشرز وان انا اعمل تكسير للضلوع وادخل في انتريك هومريج، نزيف داخلي، نتيجه ان الريبس بتبقى حادة جدا، ممكن تعمل لي في ديفريشنز او ثقوب في الرئه وتعمل لي انتريك هومريج والمريض ينتهي مني. تخيلوا المشكله دي. فعشان كده مهم جدا ان انا عارف ان المنطقه ديت فيها صبعين على اول الكارتليج، والمنطقه ديت اللي فيها راحت ايدي على السنتر اللي تحت منه الهارت مباشره، القلب تحت مني. شايفين حاجتين مهمين جدا لاحظتهم، ان هنا حط الايد ديت على الايد دي. ليه؟ عشان اخلي محصله القوه واحد في اتجاه واحد، ده رقم واحد. رقم اتنين ان انا ما شتتش مجهودي. اوكي؟ رقم ثلاثة ان الارتكليشن او التمفصل بتاع الارم في الدراعين ده هم ممنوعين منعا باتا ان هم يتحركوا. يعني الدراع ده بتبقى وان يونتس، ان انا ده هو كانه ما فيش تمفصل هنا، يعني بنزل بالقوه من كتافي، يعني الدراع مسدود الحركه بنزل بكتافي ودراعي ممدود، ده ما بيتحركش، بمعنى ونازله من كتافي جسمي، بنزل بحمل جسمي على السدر، بعمل ايه؟ 5 سنتي بضغط بجسمي على 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 الشيست، اضغطه على اساس اوصل للقلب، اخليه يطلع المحتوى بتاعه. كان شايفين ديت فينا ايه؟ كونكيف شيب اهو، كونكيف جزء مقعر، وادي القلب عندي اهو مضغوط ومعصور عشان يطلع، وانا بضغطه بيطلع جزء من الدم وبتنين الدم. انا بعمل زي artificial circulation او دوره دمويه صناعيه. اوكي؟ يبقى هنرجع تاني للصوره، وشايفين برضو صوره ان انا الدراعات مفروده. في مشكله في الصوت يا دكاتره؟ احنا وصلت القوه هنا مهمه جدا، يمكن الصوره هنا موضحاها ان محصله القوه عندي في اتجاه واحد، يمكن السهم هنا موضحها لي وانا بعمل زي عصر للهارت بحيث يطلع لي الكونتنت بتاعه او المحتوى بتاعه، وبالتالي يحصل فيه كاردياك اوت بوت ويحصل فيه فينس ريتيرن. يبقى انا عملت كده كاني بعمل دوره واحده، وانا محصله الضغط في وان واي في اتجاه واحد. اوكي؟ طيب هنعمل هنا كومباريزون بتوين، وبعمل ريلاكسيشن هنا، هنشوف المنطقه او الجزء اللي حصل له هنا قد ايه، حجم الهارت كان قد ايه هنا، وهنا بعد ما حصل له ريلاكسيشن مفيش هنا اوفرلود او تحميل عليه، ده شكله ايه. اوكي؟ طيب يا ترى هعمل كم مره؟ انا هعمل 30 ضغطه، هعمل 30 ضغطه. يبقى الاول رقم واحد هشوف فيه تنفس ولا لا، ما لقيتش فيه تنفس بدي تنفس من بره، انا بديله اكسبيريشن واحد
بنسبه 50 واسكت وبيطلع ال 50 التانيين ما احملش على الهواء اضغطه او اقفله لفتره طويله عشان ما يطلعليش محتوى ده، او ما اضغطش اوفر قوي، لان لو انا ضغطته اوفر قوي اديت نفس زياده عن اللزوم ممكن اعمل بيرفريشن، ممكن اسقب الرئه. لا، انا بدي بمعدل الكونتنت بتاعي كان انا بتنفس، لكن انا بحوله النفس بتاعي الشهيق بحوله الزفير عنده بالانرجي بتاعي، لان انا قلنا ان انا كون ان انا اديله اكسبيريشن بديله معاه الانرجي بالانرجي بتاعي، لكن هو ما عندوش انرجي. شكرا. انا بدي ال 30 ضغط تو بريسنج، بدي نفسين، بدي 30 ضغطه بمعدل 5 سم كل ضغطه، ودراعاتي ما بتتفردش ما بتنتنيش، دراعاتي مفروده والدراعات الاثنين متشبكين ايديا ببعض، والضغطه من راحه الايد، راحه الايد اهين، راحه الايد اهين، دي راحه الايد مش بضغط بصوابعي، ومحصله القوه في الدراعين هي سينرجيستك افكت، تنافس بناء، الاثنين محصله واحده قوتهم تنافسيه بناءه. اوكي، بدي 30 ونفسين في كام دوره؟ في معدل 5 دورات في دقيقتين، يعني بدي 30 و2 30 و2 30 و2 في قد ايه؟ الدوره ديت الدوره دي بتنتهي في دقيقتين. اوكي، معدل قد ايه؟ 5 مرات 30 و2 30 و2 30 و2 30 و2 30 و2. اوكي، دي تعتبر وان سيركل، ده دوره واحده. اوكي، طب بعد الدوره الواحده اعمل ايه؟ في الوقت اللي انا بسقف فيه المصاب، انا مش بسقف وقف، ده انا بيبقى عندي مصاب وابدا اعمل مسح ذاتي بسرعه، بقول الحقوني حد يبلغ الاسعاف، الحقوني حد يبلغ الاسعاف. وقلنا البروتوكول بتاع تبليغ الاسعاف شكله ايه؟ نتاكد انه وصل المعلومه ومكان الاصابه وطريقه الاصابه ومعدل الاصابه واحنا قدمنا ايه للمصاب، وما اقفلش الخط الا لما يقول لي تم استلام الاشاره اتفضل اقفل الخط. ولما تيجي الاسعاف انا استمع للفريست ايدر الموجودين واساعدهم، ولكني ما اخترقش بروتوكول العمل بتاعهم. طيب، في حد بلغ الاسعاف وانا شغال مع المصاب. اوكي، اديته نفسين لقيت فيه بلس بحمد ربنا واديله 12 نفس تاميني. اوكي، بعد ما اديته 12 نفس تاميني بتاكد ان النفس بتاعه بدا يشتغل جميل قوي. اسيبه؟ لا، اتاكد ان في بلس، البلس موجود تمام، احطه في وضع الافاقه، وضع الافاقه هنقول عليه بالتفصيل. اوكي، طيب، طب بلس ما بقتش فيه نبض، فين الشريان السباتي؟ في الادلت الكبير، وابدا اتعامل معاه ان انا اديله بعد ما ادي ال 12 نفس ببدا اتاكد البلس ما فيش بلس، ببدا اعمل السي بي ار الكاردو بالمونري ريسوسيتيشن. اوكي، بعد ما بدي ببدا بعمل بروتوكول سي بي ار، بدي 30 ضغطه على الهارت وبعمل 2 بريسنج، 30 كومبريسيون او الضغط وبعمل 2 بريسنج. اوكي، بمعدل 30 و2 في دقيقتين بمعدل 5 دورات. اوكي، طيب بعد كده كده صح؟ لو هتتعامل مع المريض او المصاب بالشكل ده، انا شايف ان واحد هتفرق وهتوزع على دي كلها، وبالتالي انا فشلت. رقم 2 ان انا مش هقدر اعمل عصر او ضغط على الهارت. رقم 3 من السهل ان انا احصل اعمل فيه فراكشر او كسر للريبس، وبالتالي احصل فيه مضاعفات. طب كده دي صح؟ بالشكل السلايد دي بتقول لي كده صح؟ اه كده صح، لان محصله القوه على راحه اليد. كده صح. هنا بياكد لي ان انا بدي نفسين فقط. قلنا بالنسبه
للميل بتحسس من النبل بتاعه، بالنسبه للفيميل بتحسس من الـ من الـ من الريبس من الـ من الـ من الضلوع اللي اوصل لعظمه القص. البريجننت بقى برضه بتحسس الريبس. الفيري اوبيز اللي هو الاوفر ويت وزنه زياده اوفر قوي ما اقدرش اتحسس من ال بتحسس من الريبس او من الضلوع. طيب لو عنده طفل، احنا قلنا دلوقتي ازاي بنعش مصاب. طيب احنا عايزين نسال كام سؤال لحد امتى هتخليني شغال ولحد امتى هقف سي بي ار ولحد امتى هحط المريض في وضع الافاقه. طيب دكتورة روان بتقول لحد ما اشعر بالتعب. طب التعب ده شكله ايه؟ الدكتورة فاطمة بتقول لحد تعب. جميل، حد تاني ممكن يضيف حاجة؟ شكرا دكتورة روان، شكرا دكتورة فاطمة. الدكتورة اسراء بتقول لحد يجي بلس طبيعي. الدكتورة علا بتقول منتظر علامة من علامات الحياة. جميل قوي، اشكركم للإجابة. طيب يبقى فعلا انا مش هسيب المصاب وهتعامل معاه لغاية لما يرجع له البالس، يرجع له البريسنج بتاعه، لغاية لما انا اشعر بالتعب. التعب ده شكله ايه؟ التعب ده مصاب، ده ابني او ابويا او امي او اختي وبنقذها. شوف انت هتتعب لحد فين. شكرا. لحد نوصل الاسعاف، طبعا انا هشغل معاه لحد ما نيجي الاسعاف. طبعا الاسعاف بتيجي عربيه مجهزه فيها الاكسجين، فيها جهاز الصدمات الكهربائيه اللي انا ممكن اعمل فيه ريفريشمنت تاني لعضله القلب ويبدا يدخلوا له تيوبز يتعاملوا معاه لحد ما القى علامه من الحياه ان يحصل فيه بالس ويحصل فيه السيركيليشن تبدا تشتغل كده. تمام، يبقى هنقول ثلاث حاجات. لحد ما اشعر بالتعب، التعب اللي يخليني ان انا بموت. في حاجه كمان بقى مهمه، ان انا الاقي حد يساعدني يكمل معايا، حد يساعدني يكمل معايا. طيب هل ينفع ان انا اصيب المصاب انا بعمل له سي بي ار واروح اعمل حاجه؟ ممكن ينفع. بعد كل دوره لمده دقيقتين ومعدل 30 ضغط على عضله القلب ونفسين لمدة 5 مرات في دقيقتين بحيث ما يقلش الضغط على عضلة القلب، ما يقلش عن 100، ممكن ما يقلش عن 100. طيب دلوقتي المصاب ده واللي انا شغال معاه ده بدأ تظهر له علامات الحياة، بدأ يبقى فيه بلس، بدأ يبقى فيه تنفس، فانا بحطه في وضع الافاقه وتنيني مركز معاه. طبعا وضع الافاقه ان هو بينام على جنبه اليمين ودراعه اليمين بيبقى ورا ظهره وتبقى دراعه الشمال ممدد لقدام، وبحيث تبقى معدته متعلقه، بمعنى لو حصل له فيه فوميتنج ينزل لبره ما يبلعوش، بيحصل لي فيه مضاعفات. اوكي؟ طيب قلنا ان حد يساعدني. طب ينفع ان انا اسيب المصاب واعمل حاجه تانية؟ انا ممكن ما حدش معايا استنجد بيه واطلب مساعده، ينفع بعد كل 5 دورات ان انا ممكن اسيب المصاب 10 ثواني او 15 ثانيه ماكسيمم، او فيهم يا ناس الحقوني حد يجي يساعدني في هنا مصاب انا عاوز كده، يعني بحيث يجينا حد يكمل معايا ان هو يتصل باسعاف او يعمل سي بي ار معايا عشان نحافظ على حياه المصاب. طيب بالنسبه للولد الصبي قلنا ان احنا ما بنرفعش زاويه قائمه كامله، تبقى زاويه يعني 100 120 كده، وبديله برضه نفسين. اديته نفسين الاول في شيست بيطلع وينزل، تمام. بعد كده لقيت فيه بلس، لقيت فيه نبض، بديله 20 نفس تأميني تاني،
قلنا القدر البالغ بديله 12 نفس تأميني، بعمل فيهم تنشيط للديفراجم عشان يبدأ يكمل ويشتغل بعد ما كان حصل له الريست، كان واقف. طيب بالنسبة للصبي بديله 20 نفس تأميني. نلاحظ ان كل ما بنصغر في السن نلاقي ان معدل ضربات القلب بتزيد. عند ضربات القلب في الصبي في الطفل اكتر من الصبي اكتر من الادلت. اوكي، ما تم عمله مع الادلت هيتم عمله بالصبي الا في حاله واحده بس، ان انا بديله 20 نفس ميني في حاله لو فيه نبض. طب لو مفيش نبض ببدا اتعامل على طول وابدا اعمل السي بي ار. طبعا عندنا الصبا هو بشوف النبض في الشريان السباتي زيه زي الادلت، لكن البيبي بنشوفه في الشريان العضدي ما بين الترايسبس والبايسبس. البايسبس طيب بالنسبه للصبا بتعامل معاه ازاي؟ ان انا بتحسس الخط الوهمي اللي ما بين النبل واحط ايدي على عضس خنجري او زينبيا كارتليج وبحط ايدي، ممكن احط ايد واحده واشتغل بدراع لو البيل او الـ او الـ او البادي البادي الجسم البناء الجسدي بتاع الصبي صغير فاكتفي بايد واحده، لكن لو جسمه قوي ومليان اتعامل معاه زي الادلت بالظبط. شايفين هنا المسافه حاطه ايد واحده، وطبعا ملاحظين ان الايد ما فيش هنا ما بتنتنيش ديت واحده واحده، وبتنزل القوه جسمها كلها عليه، محمله كل جسمها على دراعها في اتجاه واحد عشان نضغط على عضله القلب. اوكي طيب بعمل 30 وبدي نفسين. اوكي بقفل الانف وانا بدي النفس. اوكي السؤال دلوقتي، انا لما ضغطت قد ايه؟ انا ضغطت ومعدل من 4 ل 5 سنتي. اوكي طب بالنسبه للصبي انا بضغط بمعدل من 3 ل 3.5 سنتي. اوكي طب بالنسبه للاكسبيريشن الزفير اللي انا بديه، انا لما اديته للادل هديه للصبي؟ طبعا لا. يمكن مثلنا مثال بسيط، احنا عندنا في الفلاحين في كفر الشيخ عندنا لمبات الجاز بتاعت زمان ما كان حد فاكرها، في لمبه نمره 10 وفي لمبه نمره 5 وفي شمعه نمره 10 عاوزه نفس قوي عشان تطفيها، نمره 5 نص نفس بتاع 10، 5 نص ال 10. طب بالنسبه للشمعه يكفي خالص انك انت تملا الهواء في فمك بس وقف تيجي مطفيه. نفس الموضوع بالنسبه للأدل بديله المحتوى بتاع الشيست بتاعي له. بالنسبه للولد الصبي بديله نص النفس بتاعي، بخاف من حاجتين، ان محتوى النفس بتاعي الكتير لو دخل يعمل تحميل على الاستومك ويطلع لكم محتوى الكونتنت بتاعها ويحصل لي في اسفيكسيا او اختناق نتيجه ان الهواء ان السوائل بتاعه المعده تخش على الرئه وبالتالي تعمل لي اختناق. اوكي حاجه ثانيه، لو اديت نفس جامد قوي بالمحتوى بتاعي انا للصبي ممكن يحصل فيه بيرفريشن ثقب للرئه. طيب انعاش مصاب رضيع، طبعا مشكله المصاب الرضيع تبقى مشكله خطيره جدا جدا ومضاعفاته خطيره جدا جدا، وغالبا اللي بيحصل له المشكله ديت هم الايه الرضع. طبعا الرضيع وانس ان انا بشوف الرضيع في مصاب بتظهر فيه بعض العلامات
علامات الإصابة بتاعت الرضيع إن يحصل فيه تغيير في شكله، يعني ممكن الرضيع يدخل مني ساينوزيس، وشه يزرق لو التنفس بتاعه وقف، بيظهر أكتر في الرضيع. طبعا أنا قلنا لما ببدأ أحرك رقبة الرضيع بحركهاش للمسافة الكبيرة، احنا قلنا يا دوبك زاوية 180 درجة، بحيث أنا لو وقفتها جامد رجعتها 90 ممكن أعمل قفل بطريقة عكسية من الاتجاه الثاني لمحتوى للتركية. هنا طبعا بحط خدها عشان تشوف التنفس بتاع البيبي بيطلع ولا لا، تأكد منه حسة خدها، المنطقة دي منطقة حساسة جدا، او تشوف حركة الشست. طيب شايفين المسعفة بتحط الفم بتاعها على انف وفم البيبي، لان مفيش مساحة تقفل انفه عشان تحط بقها، فبتحط الفم على الانف وفم البيبي وبتدي نفسين زي ما قلنا. وبعد كده بتشوف الشيست، لو الشيست طلع ونزل يبقى فيه اير واي مفتوح، اوكي طلع ونزل اوكي، باجي مدي 20 نفس تأمين واسيب المصاب البيبي. لو بدأ ياخد نفسه اوكي، بتحسس البلس، البلس شغال والنفس شغال كده تأمين، تممت عليه بطمن. لما تيجي وحدة الإسعاف أو الفريق الطبي بيكمل يشوف المشكلة فين ويتعامل معها. أنا كده الدور بتاعي خلص. طيب أنا اديت نفسين وجيت أشوف نبض، ما لقيتش نبض، فبتحسس النبض من البيبي منين؟ من الشريان العضدي في دراعه. طب هتعامل معاه على الأرض زي المصابين التانيين الصبي والأدلت؟ لا، بتعامل معاه بتكنيك تاني مختلف خالص. اولا ان انا باخده على دراعي، ايديا ماسكه زي ما احنا شايفين الايد اهي، اوكي، وماسكه كويس واكون مقرب من الارض، بمعنى ان المصاب يكون او الطفل يكون على دراعي وانا متاكد من حمله كويس ومركز جدا عشان ما يقعش مني وتبقى في مضاعفات. وبتخيل ان في خط وهمي ما بين النيبل اوف بريست والبيبي، وببدا احط صبعين، في عنده صبع عندنا الخنصر والبنصر والوسطى، الخط ده الصبع ده اهو اسمه البنصر، والخط ده هو اسمه الوسطى. طبعا الصبع ده بشيله وببدا اضغط على المنطقه بتاعه زي نيبيال كارتليج، وطبعا مش محتاج للبيبي لان كل الريبس بتاعته كلها كارتريج، فمش محتاج مني اوفرلود بتحميل جامد زي الادلت، زي الصبي، زي البيبي. فبالتالي انا بتعامل معاه بمعدل بسيط جدا، قلنا التحميل او الضغط على الادلت من 4 ل 5 سنتي، وبضغط على الصبي من 3 ل 3.5 سنتي. طب البيبي بضغط عليه من 1 لـ1.5 سنتي اضغط، والضغط بيكون بدراعي، اوكي، وبرضه بحمل عليه بس بمعدل السنتي سنتي ونص. بعمل كم واحده؟ برضه بعمل 30 ضغطه زي ما احنا شايفين اهون عشان اعمل انعاش لعضله القلب، وبعد كده بدي 2 نفس، 30 و2 خمس مرات في معدل دقيقتين، دي تعتبر وان سايكل او دوره واحده، اوكي. مد النفسين، اوكي،
معرضين كتير جدا ان احنا تقابلنا حوادث. اذكر من فترة كان في طفلة عندها 5 سنوات كانت فيفر، وكانت عند دكتور كشفت وجاية تاخد من الصيدلية العلاج بتاعها، وهي ماشية في الطريق مامتها بتديلها عصير، فمن شدة الحرارة دخلت في حاجة اسمها فيبرال كونفالشن، نوع من انواع التشنجات لما الحرارة بتعلى عند الأطفال الصغيرين بتشنجات. قدر الله ان يحصل التشنجات دي وهي بتشرب العصير. كمية التنفس اللي انا بديها قلنا بدي بما يساوي ملو الفم، بما يساوي ملو الفم. انا بديش لان اللانج بتاع البيبو صغيرة جدا، لكن كون ان انا اديله بمحتوى سدر انا طبعا في مضاعفات خطيرة جدا، لان بديله بمحتوى الفم اللي في بقي للبيبي، وبدو برضو بدي 30 ضغطة و2 نفس. اوكي، نكمل القصة البسيطة دي. البنت دخلت في كومة ودخلت في اسفيكسيا للأسف، وهي بتشرب العصير بلقت عصير دخل التنفس بتاعها، فمامتها جابتها. الخمس التلاتين واتنين دولت يعتبروا واحدة من الدورة. الدورة 5 دورات يعني كلهم دول في دقيقتين، يعني 30 واتنين قد 5 منهم دول كلهم في دقيقتين. مامتها طبعا جابت البنت، وكان الحل بقى انك انت هتتعامل مع البنت، البوابة بتاعتك مفتوحة 24 ساعة كصيدلي، وانت بتتعامل معاها، فانت لازم تكون عندك قرارات وقرارات حازمة. اول قرار خدته ان انا قفلت الصيدلية علي انا والبنت، وقلت لهم من برة اتصلوا بالاسعاف، اتصلوا بالاسعاف، وقفلت علي بالمفتاح من دوه. القرار الثاني ان انا بدأت اتعامل مع البنت ان انا اتأكد من في تنفس، لقيت طبعا نفسها مقفول، بدأت ان انا اطلع المحتوى بتاع الرئة بتاعها، وحنقول عليه ازاي، طريقة اسمها هايمليك، هنصورها هتوضح بالظبط. بدأت اتعامل مع البنت الطفلة، وبدأت اعملها سي بي ار لحد ما تبدأ تاخد نفسها. طبعا هي جاية في فرص رغاوي في بقها وفي مناخيرها، عينها مقلوبة، مفيش نفس، مفيش نبض. اتعاملت معاها، طبعا هم متخيلين ان انا مامتها طبعا بتصوت بره قدام الصيدليه ملمومه، كل متخيل ان انا هطلع بالبنت وانا لفيفه بحاجه ولهم خد عشان تدفونه. طبعا فتحت الباب، لقوني طالع بالبنت الداية، مامتها طبعا اغمى عليها وسمعنا طبعا زراغيت. اي تعبير عن الفرحه من جواك، بتحس انك انت قدمت حاجه. احنا كصيادلة بوابتنا مفتوحة دايما لكل الناس، وبيتخبط على بابنا في كل حاجة، في مشكلة، في حادثة، في قراية اوردر، في قراية تقرير اشعة او تحاليل، او فلازم نبقى اوير ونكون عندنا المقدرة للتواصل مع كل هذه المهارات. طبعا هنعمل كومبارج ما بين البالغ زي ما احنا شايفين بين الاثنين، وادي الطفل بيد واحده، وادي الرضيع بسبعين الاثنين زي ما قلنا. اوكي، احنا طبعا قلنا امتى يتم التوقف عن عمليه الانعاش. عندما يعد التنفس والنبض، عندما يحضر فريق الطب الإسعاف أو توجد دكتورة سوندس. احنا قلنا الخمس مرات يعتبروا دورة واحدة. وحدة الخمس دورات 30 زائد 2، 30 ضغطة و2 نفس.
بكررهم خمس مرات، دي تعتبر كلها دوره واحده. اوكي، الارهاق الشديد بالمسعف ان الاقي حد يجي ايه يساعدني. دكتورة علا كانت عايزة صورة توضح أنا بضغط إزاي وبضغط فين. هجيب الصورة هنا هي الثانية أوضحها، بحدد هنا بالظبط فين عظمة القص وبحط صبعاني الاثنين، وبعد كده بحط راحة اليد وبشبك إيدي الاثنين فوق بعضها بحيث تبقى مخصلة القوة واحدة في اتجاه واحد، وببدأ أتعامل مع المصاب وبضغط مباشر في اتجاه واحد، ما بحركش دراعاتي. شايفين محصلة القوة في اتجاه واحد وانا بضغط على عضلة القلب. هنعمل كومباريزون ما بينها وما بين اما يكون في ضغط وما يكون في ريلاكسيشن، فرق واضح ما بين العضلة هنا وبين عضلة اللي جاي بعد كده مهم جدا، وهيتبني على اللي فات. محتاجين نحس بقيمتنا، نحس بدورنا، دورنا مهم. الناس محتاجيننا دايما، بوابتنا ما عندناش لا واحد واقف على بابنا ولا حد يدي اذن للدخول. نجعل عملنا لوجه الله، نقول يا رب يجازينا عنه كل خير، نجدد نيتنا ان هذا العمل لله خالص. احيانا بنستخدم العطور في عمليه الانعاش، فهل فيها خطوره ولا لا؟ هل يمكن استخدام لكل اعمار او لسن مناسب؟ موضوع العطور كحاجه نفاذه بعمل فيها تنشيط للتنفس، ولكنه ليس له اي علاقه غير ان هو منبه خارجي لو المصاب في سيمي كوما، يعني ايه شبه غيبوبه. فالحاجات النفاذه بتعمل له انزيتيشن، اثاره زي القرصه، زي ان انا اعمل له الم بالظبط، لكنه مش هو السبب الرئيسي ان انا افوق بيه واحد في كوما. الاسعافات الاوليه في الكليه كان قال لي نسبه التنفس. بالنسبه لنسبه التنفس، خمسه لواحد. الدكتور احمد علاء، شكرا يا دكتور احمد. فعلا البروتوكول قبل كده لمنظمات الصحه العالميه كان بيقول خمسه لواحد، بعد كده التجارب والحاجات الدوكيومنتد قالت ان احسن حاجه ان انا اركز ان انا اعمل 30 زائد 2. مهم عندي قوي ان انا انشط عضله القلب اهم من ان انا اكون مركز على التنفس. شكرا يا دكتور احمد. هو وضع الاسترخاء القصدي بيبقى سهل، احدد اجرب واحده، احد قاعده كده بحس اني مش بعرف. انا عارف ان حاجه غريبه، هو في وضع الاسترخاء على الارض بيبقى سهل احدد. طبعا الصراحه ساعات بيبقى عايز اجرب واحدده حد قاعد. لا مش هنعرف نحدده لما يكون حد نايم عشان اكون متاكد بالظبط. حد يكون عنده حساسيه العطور ما ينفعش تقديمها، لان ممكن كده اذيه من غير قصد. برضه ممكن الاجابه كلام مقنع وكلام محترم، ولكن انا قلت للدكتور او الدكتوره اللي سال السؤال ان هو ما هو الا اكزيتيشن، زي اني بقرص ودنه او ان انا بعمل له. لو التنفس كان ضعيف جدا هل هتبقى نفس الخطوات دي كلها؟ لو التنفس ضعيف بديله 12 نفس واطمن ان في نفس وفي نبض. انا يهمني ان هو يكون في نفس ونبض، ضعيف مش ضعيف يهمني فقط ان يكون في نفس ونبض. لو دكتوره مره بتقول يعني يا دكتور بعد ما بشوف النبض لو لقيته شغال بدي المصاب 12 نفس في كل اعمار ولا فرضيه؟ قوم يا دكتوره مروه، ال 12 نفس تاميني بدوهم للكبير فقط، لكن للصبي والرضيع بدي 20 نفس تاميني. لو لقيت فيه نبض، لو لقيت فيه نبض بدي 12 نفس تاميني للكبير. الصبي بدي له 20، الرضيع بدي له 20. اوكي؟ اسئله ثانيه يا دكاتره؟ ممكن الدكتور علا ممكن اعمل الضغطات قبل النفس؟ لا يا دكتوره، احنا قلنا الاول لقينا في نفس بشوف النبض. طيب ما لقيتش في نفس بدي نفسين الاول.
طب النفس الصدر الشيست سينج نبض، لقيت فيه نبض بدل 12 نفس تانيين اللي قلنا عليهم، ما لقيتش فيه نبض، ما بعملش نفس، بنسى موضوع النفس ده وابدا اعمل سي بي ار. لو راجل بيحتاج نفس اقوى من المراه ولا المهم؟ لا، احنا قلنا احنا بنقول على الكاباسيتي، المحتوى بتاع الشيست. الادلت الميل زي الفيميل، لكنه مش زي الصبي مش زي الايه البيبي، مفيش فرق ما بين الميل والفيميل. الادلت الاثنين زي بعض. الديفرنشيشن او المقارنه او التفريق ما بينهم اكوردنج تو البيوبرتي، بالغ غير بالغ. الرضيع بيعمل ضغطات في الوضع اللي حضرتك وضحت وكده، بيبقى نايم على ظهره وبضغط عليه على صدره بصبعين اللي قلنا عليهم، لكن في حاجه تانية هنشرحها المره اللي جايه، وهو انسداد النفس. هيبقى في تكنيك تاني، لما بحط الصبع على دراعي وبتعامل معاه على دراعي، انا بضغط على ظهره بطريقه معينه بتختلف عن الادلت بتختلف عن الصبي. فضل الاطاقه هجيب لكم ليه فيديو، لانه مش هينفع، لانه لازم يبقى عملي، فمش هينفع في حاجه غير ان لازم اقوله يتعمل. هو بسيط جدا جدا. اتمنى ان انا اكون وصلت لكم المعلومه. جزاكم الله خيرا جميعا، شكرا.